نعم، متواجدين الآن في مستشفى القرب ازدهار في إطار النشاط اللي كتقوم به جمعية جسور بوسكورة. هذه القافلة الطبية اللي كتقوم بها على مدى يومين، يوم 1 و2 من مايو 2024. هذه القافلة كتستهدف الساكنة ديال بوسكورة وكذلك المناطق المجاورة لها. جوج تخصصات اللي كاينين حاليا، كاين طب العيون وكاين الطب العام. بطبيعة الحال هذا النشاط تنسيق تام مع وزارة الصحة ومع كذلك الهلال الأحمر المغربي المشكورين، وكذلك بتنسيق مع السلطات المحلية. وهذا النشاط كما قلنا في الأول غيمتد على مدى يومين. انطلق البداية ديال هذه القافلة الطبية انطلقت مع 8 صباحا، ودابا حاليا راه كاين إقبال كبير ولله الحمد على هذه القافلة نظرا للخصص الكبير في هذا المجال. في اللجنة التنظيمية مشكورة كتقوم الدور ديالها. العملية كتمر مراحل، المرحلة الأولى اللي كتقوم بها اللجنة المنظمة ديال جمعية جسور بوسكورة، المرحلة الأولى تسجيل يعني المستفيدين والمستفيدات، ثم بعد ذلك يتم توجيههم إلى طاقم الهلال الأحمر المغربي من أجل أخذ القياسات الضرورية، يعني قياس ضغط الدم، قياس السكري، قياس الطول، قياس الوزن. ثم بعد ذلك يتم توجيههم إلى طاقم الخاص بأخذ قياسات العين يعني طب العيون. ثم بعد ذلك يتم توجيه المستفيد والمستفيدات إلى طاقم الخاص بقياس ضغط الدم، ضغط العين عفوا، ضغط العين. ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الطبيبة الخاصة بالعيون من أجل يعني أخذ القياسات وغير ذلك. بالإضافة إلى الاستفادة من طب العيون، يتم توجيه المستفيدين والمستفيدات إلى الطاقم الخاص بالطب العام من أجل الفحوصات اللازمة، وكذلك يتم توزيع الأدوية اللي حصلت عليها جمعية جسور بوسكورة. وفي النهاية يتم أخذ المعلومات الضرورية من كل مستفيد من المستفيدات من أجل التتبع. الحمد لله جينا لهذه الجمعية هذه، فتحت لنا أبواب ديالها ودوزنا على عينينا وعلى الطونسيون وعلى جميع الأمراض ديالنا. وباسم جمعية جسور الحمد لله كل شيء داس الأمور بخير وعلى خير، ودوزنا لنا جميع الأمراض ديالنا وقواعدونا بأنه غادي يعاود ثاني يرجعوا عندنا من بعد. جانتونسيون دوزنا على الطب العام كامل، والحمد لله ملي دوزنا على عينينا جينا بلاصه ديال الطونسيون حتى هي دوزوا علينا كل شيء وداس الامر كل شيء بخير وعلى خير، وشكرا للجميع. دخلت عبرت الوزن ديالي، دوزت عند صحاب السكر طونسيون، ومن بعد طلعت عند الطبيبه دوزت على المعده ديالي وعلى كل شيء مزيان الحمد لله، جزاهم بخير.